الحديدية واعتراض سكك الحديدية، أيضا منهم من قام بإحراق عجلات وإطارات الكاوتشوك كمتاريس عند مداخل ميدان الشول. الخطاب أثار حالة من الغضب والاحتقان، خاصة أن بعد عودة المتظاهرين مرة أخرى إلى بيوتهم عادوا للميدان، وكانت السيارات ذات المكبرات الصوت تطالب وتحث المتظاهرين أو من كانوا بالميدان للعودة مرة أخرى. مدينة المحلة اليوم أعلنت العصيان المدني، المجالس والهيئات الحكومية بالفعل تم إغلاقها من قبل الثوار أو كانت بإرادة العاملين والموظفين. أما الخبر الأبرز أن رئيس مجلس المدينة اللواء محمود قاسم أعلن انضمامه للثوار واستقلال مدينة المحلة عن النظام الحالي، وشكل أيضا لجنة ثلاثية من القوى السياسية المتواجدة في مدينة المحلة لمراقبة الأوضاع. أيضا كانت هناك بعض المناوشات والاشتباكات بين مؤيدين ومعارضين في قرية محلة علي، وهي قرية مجاورة لمركز مدينة المحلة. هذه الاشتباكات أسفر عنها إصابة أحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بعيار ناري خرطوش. أيضا كان هناك حالة من الترقب في محافظة طنطا، خاصة أن المسيرة التي خرجت بالأمس التي كانت تؤيد الرئيس محمد مرسي ربما حدث بعض المناوشات والاشتباكات أيضا والتراشق بالحجارة، أسفر عنها إصابة تقريبا 17، ولكن إصابات كانت طفيفة. طيب، يعني مع الاقتراب من موعد انتهاء المهلة هتتوقع أن يكون في تجمهر أكتر، ولا يعني العصيان بدأ منذ صباح اليوم وهذا هو التصعيد، بدأ منذ الصباح لا انتظار لنهاية المهلة؟ شيرين، هو مدينة المحلة منذ اندلاع هذه المظاهرات بالفعل يتجمهر الآلاف يوميا داخل ميدان الشون، لكن الحالة التصعيدية التي أعلنها المتظاهرون داخل ميدان الشون ربما ستزيد من الأعداد، ربما ستتعطل المصالح أكثر، فيشعر المواطن المحلاوي، المواطن الذي ليس له أي انتماء سياسي، أنه في حاجة للخروج من هذا المأزق، خاصة أن البنوك و مكاتب البريد تعج بمن يريد صرف رواتبهم ومعاشات، لذلك هناك حالة من الاختناق داخل المدينة. المدينة لو كان بها يعني تظاهرات مؤيدة ربما كانت ستصير كارثة أو اشتباكات، لأن مدينة المحلة تقريبا، وكما أعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أنه لن يكون هناك أي مسيرات تأييدية للرئيس محمد مرسي، لذلك المدينة الآن هي من طرف واحد، الاحتقان من طرف واحد، هم المتظاهرون داخل ميدان الشون أعينهم جميعا على ما يحدث داخل الميادين القاهرة، ولكن الآن الحالة شبه يعني اختناق داخل المؤسسات الحكومية، اختناق داخل الشركات الخاصة. مدينة المحلة ربما ستتطور الأمور أن تصل إلى انعدام يعني أي مظاهر للحياة والاختناق الكامل في غضون الساعات المقبلة، إلى أن نرى ما الذي ستكشفه الدقائق المقبلة أو التصريحات التي سوف من الممكن أن تخرج في الساعات المقبلة الآن. الزميل أحمد عبدو، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من المحل.